قال يوسف الفيلالي قراوي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير إن التضخم في المغرب يتراوح ما بين 5.5 و6%، وإنه ليس هناك ما يدعو لرفع سعر الفائدة فوق 3%. زلنا نعيش في مرحلة ركود تضخمي، يعني مستويات نمو ليست مرتفعة، والتضخم يعني هو في حدود 6.5%، وعندما نرى ما يقع يعني حتى على المستوى الدولي لا بالنسبة يعني المنطقة الأوروبية ولا في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني نسب التضخم هي أيضا مستقرة في يعني في حدود 3% 2.7%، وفي المغرب نظن أن يعني سننتقل إلى نسبة تضخم تبقى في حدود 2.5%، وتوقع أنه سيبقى في حدوده، وأننا لن نلجأ بطبيعة الحال إلى رفع من نسبة الفائدة القاعدية أو حتى الخفض منها، لأن عندما سنقوم بالتخفيض هناك يعني خطر أن يعني تعود الأمور إلى مستويات تضخم غير متوقعة، وبالتالي المحافظة على نسبة القاعدة في مستواها كان متوقع جدا.